بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة جايد لاين سبورت، حياكم الله. الآن احنا اليوم راح نسوي ردة فعل على مباراة تصفيات كأس العالم او التصفيات المؤهلة لكأس العالم. المباراة تجمع بين الشقيقين، المنتخب السعودي الأخضر السعودي والمنتخب العماني، وانا شايف الملعب فل تقريبا بسعة كاملة 60,000 متفرج. والمباراة بدأت الآن وراح ان شاء الله حنسوي ردة فعل مباشر. لا تنسوا تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناة اذا ما انتم مشتركين، ويلا نبدأ مباراة مهمة جدا للأخضر السعودي. طبعا نتكلم عن تشكيلة المنتخب السعودي، تشكيلة الأخضر، يعني اعتقد انها تشكيلة مثالية، طبعا بغياب اللاعب المحور وقائد المنتخب سلمان الفرج. الآن يرجع عبد الإله المالكي اللي كان غايب لمدة طويلة عن الملاعب اعتقد، فهذه رؤية فنية للمدرب ونحترمها جدا. مع في وجود محور الأرض زي ما نقول، محور الهلال، اللاعب الكبير محمد كنو اللي راح يساند الهجوم، وعبد الإله المالكي، ربما هذه ثنائية حنشاهدها كثير في الهلال طبعا، وحنشاهدها في المنتخب بما انه عبد الإله المالكي يعتبر محور من الطراز الرفيع جدا. ان شاء الله نشوفه اليوم، ويمكن اللياقة راح ممكن ان شاء الله تخدمه يقدم اداء طيب. بعد فوز اليوم، فوز المنتخب الياباني والمنتخب الاسترالي في مباراتين قدام فيتنام والصين، الاخضر السعودي لازم يفوز في هذه المباراة امام شقيقه العماني عشان يرجع يوسع الفارق الى 4 نقاط، خصوصا انه يسعى للتأهل مباشرة وحسم التأهل قبل المواجهات الصعبة اللي راح يلعبها قدام المنتخب الياباني وراح يلعب قدام المنتخب الأسترالي. ففوزه في المباراة هذه اليوم أعتقد أن المنتخب السعودي راح يضمن تقريبا 80-90% من التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم في قطر 2022. المباراة هذه كرة خطيرة طبعا يا جماعة، الحين ربع ساعة عدت وما شفنا كرات خطيرة على المرميين، الكرة كلها كرات طويلة، كرات قصيرة، وكل لعب في نص الملعب. واعتقد انه في تحسن نسبي للمنتخب السعودي، بدا يمسك الكوره، بدا يلعب، يبغى يفرض اسلوبه. الى الان ما شفنا اسلوب لعب هيرفي رينار، لكن هذا يعتبر انه حماس المنتخب العماني، والمنتخب العماني هذه طبعا فرصه مواتيه له للفوز، فعشان كذا شفنا لعب رجولي ولعب اعتقد انه خشن شويه من المنتخب العماني. فنشوف الان المنتخب السعودي، هذه كوره ثابته، هذه كوره خطيره، سالم هدف، الله، احلى احلى. لسه المنتخب السعودي بدا يحاول يوصل للمرمى المنتخب العماني، والى الان المنتخب العماني واقف صح، المنتخب العماني مغطي صح. هذا تسلل تسلل تسلل، كرة خطيرة للمنتخب العماني، الله، المنذر اعتقد انه فيها تسلل، والله خطير. شوف المنتخب العماني يوم يلعب المرتدات خاصة من جهة البليه اليوم مؤدي اداء، يعني اداء خرافي من الناحية السلبية طبعا، يعني كل واحد يعدي منه، هو رغم انه متسلل لكن مفترض يقطع الكرة بكل جدية، يعني صراحة شيء عجيب. المنتخب العماني خطير في المرتدات واسلوب لعبه واضح جدا، يوقف صح، يقفل الخطوط، يلعب على المرتدة، عنده سرعة المنذر العلوي، لاعب خطير جدا، يعتمد على المرتدات، يعتمد على التسديد من خارج الملعب، عفوا من خارج المنطقة. فهد اليوم ضيع حوالي 3 كرات، دائما اثنين على اثنين. لازم نشوف المنتخب السعودي لازم ينزل واحد مهاري، او انه يلعبوا على سالم عشان يستخدم المهاره واللعب الكرات الارضيه، لازم يلعب كرات على الارض، لان المنتخب العماني صراحه واقف صح. مين ممكن من الدفاع يكون اصابه؟ اوه شايف مين هذا؟ حتان والله، شوف، ايوه ما في الا حل هذا،
شوف انا باغي اشوف مين برا. بعد مرور نص ساعه يا راح الفينالت. اعتقد والله كنت بقول لكن صعب يخرج فهد. ممكن يطلع سامي. بعد ذلك تبادل حاله سامي النجعي والى رمي التماس ويلعب هتان وسالم يتبادلوا الادوار في 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 النص، لانه الان شايفين تغيير، يعني تغيير غريب في الدقيقه 30 تقريبا. احنا كنا نتكلم عن لازم وجود لاعب مهاري في المنتخب السعودي عشان يفك شفره الدفاع، ولازم المنتخب السعودي يفرض اسلوبه في الملعب، لانه الان الى الان ما شفنا لعب صراحه من المنتخب السعودي. المنتخب العماني مدفلين صح، حتى في يسوون الضغط العالي بخمسة لاعيبة، وعندهم مهاجمين صراحة سريعين ومهاجمين متفاهمين، فحتى في الكرات الطويلة في المرتدة دائما ما تكون قاتلة، ودائما ما يكونوا اثنين مقابل اثنين. شفنا في أكثر من لقطة المهاجمين محسن الغساني و والمنذر العلوي على عبد الله العمري والبليهي، وهذه كمان كرة خطيرة، هذه خطيرة، بس يرجع كنو، يرجع كنو، كرة فاول. واعتقد انه ربما يخرج سامي النجعي وينزل هتان بهبري اللاعب المهاري، بحيث انه يسوي دويتو. لازم حتكون في دويتات بين لعيبة الهجوم باستغلال سرعة فهد المولد في ضرب الدفاع، بدخول الآن دخول هتان، فعلا خروج سامي النجعي. لكن صراحة أنا ما توقعت التغيير الآن، كنت والله متوقع التغيير في بداية الشوط الثاني، لكن ما أدري، يمكن سامي مصاب، ما شفنا شيء، فلازم يمكن ربما يبغى يحسم المباراة. هذه كورة خطيرة المنتخب العماني، التسديدة هذه خطيرة. أوه شوف، سبحان الله، غريبة والله. سبحان، أنا قلت كلامي من هنا وغير على طول، بس يمكن في شيء، ما في أي علامات. أيوة، ما إذا في إصابة على طول يحطوا له ثلج ولا شيء. لا 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 لا، هو التغيير هذا لابد منه. تبغى الصراحة؟ الآن شوف حتشوف سالم كيف يتحرك، وهتان ترى يرجع العمق والطرف، يتبادلوا الأدوار. أيوه، لأنه وجود سامي ما له داعي كان، لأنه وسط اللاعب واقف. يعني يرجع، شوف، رجع ل 4 4 2. فهد كيف؟ ايوه، فهد يروح هنا. ايوه، فهد يلعب تحت المهاجم ويرجع ويستفيد من هتان، ويستفيد، ما في داعي، ما له داعي اللاعب صانع اللعب يعني الان، لانه المباراه المنتخب العماني صراحه مقفل صح وكان واقف صح. هذه كره خطيره، هذه كره خطيره. اوه 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 اوه، صراحه المنتخب العماني يعني منتخب جدير بالاحترام، منتخب يعني يلعب كورة صح، وخاصة المدرب يعرف، يعني كان درب الأهلي السعودي قبل، يعني يعرف الكرة السعودية ويعرف معظم اللعيبة. المنتخب العماني الكل في خدمة الدفاع، يعني عندك تتكلم عن 8 لاعبين، المنتخب العماني كلهم راجعين واقفين صح، 5 في الدفاع و3. المنتخب العماني يلعب بأكثر من تشكيلة في هذه المباراة، يعني 4-4-2، 5-3-2. المنتخب العماني وقوفه صح، المنتخب العماني قرأ جيدا المنتخب السعودي. وأنا عندي وجهة نظر بمشاركة عبد الإله المالكي، أعتقد على مدى الجهوزية عبد الله الخيبري كان، أعتقد أنه كان جاهز جدا للمشاركة في هذه المباراة، وكان خيار، أعتقد عبد الله الخيبري خيار أكثر من ممتاز على حساب عبد الإله المالكي. شفنا عبد الإله المالكي في أكثر من كورة انقطعت منه، ما قادر يدخل في أجواء المباراة، اللياقة ما تسعفه. فهذه وجهة نظري، كان عبد الله الخيبري اعتقد كان جاهز اكثر من عبد الله المالكي، واعتقد انه هذا راح يكون تغيير في الشوط الثاني. ما ادري، ما ابغى استبق الامور، ويمكن المدرب ما راح يستعجل بتغيير عبد الله المالكي، لكن من وجهة نظري بداية هيرفي رينار كانت خاطئة،
لابد وجود لاعب جاهز، وكان يلعب مع النصر عبد الله الخيبري ومقدم أداء خرافي جدا ويناسب الخطة كمان، لكن هذه وجهة نظر المدرب وإحنا نحترمها. يعني مسوين كم جدار، شوف شوف الحين، شوف 5-3-2 وفجأة كذا يقلبوا لك 4-4-2. هذا تسديد، الله، أوه. والله المالكي يبغى يرد علي. شفنا كمان الآن تصويبات من خارج المنطقة، أعتقد أنه راح نشوف هدف للمنتخب السعودي وراح نتقابل في شوط المباراة الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية بدأ الشوط الثاني للمباراة بين المنتخب السعودي والشقيق العماني. الله يمسه، شوف شوف الهجوم كم. هذه كرة خطيرة سالم إلى الغنام، لكن كل السبل مقفل. هذه كرة خطيرة، جول، الله الله، هدف، جول، تسلل، هدف 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 في راس البريكان، هدف هدف للمنتخب السعودي، هدف أول، هدف أول للمنتخب السعودي بكرة من الغنام ترجع من حارس المرمى إلى فراس البريكان، وهدف، واعتقد انه هذا الهدف كان مطلوب خاصة من المنتخب السعودي، لان المنتخب العماني الوقوف الصح، الدفاع، الان هذه غلطة الحارس وهدف اول للمنتخب السعودي. طبعا فراس البريكان اعتقد انه متخصص بتسجيل الاهداف في المنتخب العماني، اعتقد انه سجل هدف في بطولة كأس العرب في او كأس الخليج عفوا في المنتخب العماني، هدف كان رائع جدا، والآن مسجل هدف. فالمهاجم طبعا تحتاج منه يسجل من أنصاف الفرص، وأعتقد أنه هذه كانت فرصة أو نص فرصة سجل منها البريكان هدف. وزي ما قلنا في نهاية الشوط الأول، قلنا المنتخب السعودي لازم يبدأ الشوط الثاني زي ما أنهى الشوط الأول، وفعلا بدأ ضاغط، وتمريرة من سالم الدوسري إلى الغنام، الغنام إلى عرضية كانت مثالية، الحارس صدها ورجعها للبريكان اللي تقريبا وجد المرمى قدامه خالي وسجل هدف. والجماهير أشوف الآن متحمسة جدا، المنتخب العماني زي ما ذكرنا ربما راح ربما يتحرر من الدفاع، وراح نشوف أهداف في الشوط الثاني خاصة. من وجهة نظري عبد الإله العمري يعتبر نجم المباراة، أعتقد أنه لكن بحكم أنه سلطان الغنام هو صاحب التمريرة، إن صح القول، التمريرة اللي جاء منها الهدف العرضية، فأعتقد أنه نجم المباراة إما سلطان الغنام أو عبد الإله العمري من وجهة نظري. هم الاثنين هذول أدوا مباراة جدا ممتازة. طبعا في 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 اكثر من لقطه فنيه للموجوده او نتكلم عنها كتكتيك، وجود فهد المولد، ممكن ربما الكل يتساءل فهد المولد اليوم ايش سوى، لكن وجود فهد المولد والاعتماد على سرعه فهد المولد راح يعطي، طبعا الدفاع اول شيء يعرف الدفاع العماني ما راح يتقدم، وفهد المولد ادواره تكتيكيه وادوار تكتيكيه من المدرب، وجوده على ارض الملعب ترى يعتبر ضروري. هذه كره خطيره، الله، اوه يا العويس، اوف والله، تسديده قويه جدا من المنتخب العماني، تقريبا من مسافه 30 متر او 35 متر، لكن طلعها العويس، وركله ركنيه خامسه للمنتخب العماني، سادسه اعتقد، واخيره، هذه كوره خطيره، اوه، صفر يا حكم، صفر، خلاص خلاص، كوره يعني الاثاره كلها كانت في الدقائق الاخيره، بعد اضافه 5 دقائق الاثاره والمتعه كل، يعني شوف 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 الركلات الركنيه للمنتخب العماني خطيره جدا، كانها على القوس، هذه كوره كانت خطيره جدا، خلاص خلاص، انت اعتقد ان المباراه الحكم راح يصفر، خلاص حننتظر الصافره. المنتخب السعودي اليوم مجمل في المجمل كان ممتاز، رغم الكفاح العماني الكبير اللي المنتخب العماني قدم مباراة في المستوى، انتهت المباراة الآن بفوز المنتخب السعودي،
بهدف مقابل لا شيء. الهدف هذا راح يقربنا للمونديال أكثر، راح يقرب المنتخب السعودي إلى المونديال أكثر. أعتقد أنه بنسبة 90% مونديال العرب في قطر 2022. فأعتقد المنتخب العماني زي ما ذكرت قدم مباراة ولا أروع، لكن المنتخب السعودي حاضر. المنتخب السعودي فاز بهدف وحيد سجل في راس البريكان في بداية الشوط الثاني من كرة عرضية للغنام من سلطان الغنام، رجعت من حارس المرمى وتابعها في راس البريكان في المرمى. المنتخب العماني قدم أداء جدا ممتاز، هارد لك لعمان وألف مبارك، ألف مبروك للمنتخب السعودي، وإن شاء الله راح يحسم التأهل في الجولات الجاية. ولا تنسوا تشتركوا في القناة إذا ما أنت مشترك، وتضغطوا على زر اللايك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تحضروا كل جديد. وأرجو أنكم استمتعتم معايا في المباراة هذه، وأشوفكم قريب.